السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير، حيا الله الجميع. السؤال الأول يقولك أبو صالح، لماذا تغير الماء أو المحاليل داخل الخزان كل شهر ونص؟ ليش ما تخليه بس نظيف، بس نظيف، لكل ما ينقص الخزان نظيف؟ طبعا خل بشرح الفكرة. ما هي الفكرة؟ الفكرة أنه مثلا على سبيل المثال الآن هذا الخزان فيه تقريبا 12 عنصر النبات، يعني ما ندري وش النبات اللي امتصه. على سبيل المثال مثلا النبات امتص جميع العناصر، امتصها كلها كاملة، ما بقى إلا الزايد عندنا النيتروجين. كل ما تضيف زايد عندنا النيتروجين، يما يزود عندنا النيتروجين، لما يصير النيتروجين، يعني هذا على سبيل المثال، مثال هذا وليس يعني دقة. إذا زاد مثلا النيتروجين فترة طويلة مثلا 3 شهور 4 شهور 5 شهور زاد النيتروجين، هنا وصل مثلا تركيزه عالي جدا، وش اللي بيصير؟ اللي بيصير إنه بيثبت البوتاسيوم، ويصير النبات ما يستفيد من البوتاسيوم، ويصير عندنا أعراض نقص على النبات، ويصير عندنا أعراض نقص على الثمار، يا أما تقوس في الخيار أو يصير نحيف في مكان تلامس النبتة، وكذلك في عدة أشياء كثيرة تثبت على أن هذا عندك نقص كالسيوم، وهي المشكلة الزيادة النيتروجين اللي موجودة في الخزان. فلذلك الصحيح انك تفرغ الخزان حق نظام الداش باكت كل شهر ونص، تفضي جميع الموجود داخل الخزان وتحط كذلك محاليل جديده. وكذلك اذا اليوم اللي انت تزود فيه من بكره تيجي تحصل النباتات فرق كثير كثير. وش السبب؟ السبب انه دخل محاليل جديده ونشط النبات وصار عنده الاملاح موزونه، فلذلك النبات يستقبلها كلها كاملة. لكن لما يصير في زيادة عنصر راح يصير سبب عندك توقف وتثبيت لبعض العناصر الأخرى، وهذا اللي خلانا احنا نقول كل فترة لازم تغير الماء لداخل الخزان. طيب خزان البايبات احنا قلنا لكم طبعا في الشتاء 25 يوم إلى 30 يوم بالشتاء، بالصيف يجب أن يصير أقل بخمسة أيام، يعني يصير 20 يوم إلى 25 يوم، هذا بالنسبة لخزان البيبات. السؤال اللي بعده، أيهما أفضل، الأنابيب اللي هو هذه الأفقية أم الأنابيب العمودية أم الأبراج لزراعة أيا كان للزراعة؟ أنا أقول مهم مشكلة، أنت أهم شيء أنك تعرف كيف تشتغل وكيف الري عندك، سواء صار في الأنابيب الأفقية أو العمودية أو الأبراج، أهم شيء تعرف ما هي الأملاح المناسبة، لأنه لكل نظام له أملاح مناسبة. يعني هذه الفراولة، هذه الشتلة الفراولة، هنا هذه الشتلة، يعني أملاحها غير أملاحها في نظام البايبات، نظام الداش باكت، وليس نظامها نفس نظام، يعني املاحها نفس اللي هو ابراج، يختلف. طبعا انا كنت اول اتوقع ان الاملاح كلها واحده، لا الان عرفت انه هذا يختلف، لاني الان هذا على 1100 و1000 ولا عنده اي مشكله ولا عنده اي احتراق، اما هنا لما ارفع اكثر من 800 سبب احتراق عندي، وهذا دليل انه الماء وجود النبات داخل الماء وبتركيز عالي يؤثر عليه. اما يكون هنا تنزل الماء لمده دقيقه في كل يومين، طبعا هذا في الشتاء كل يومين تجي رية دقيقة واحدة والماء ينزل على طول مباشرة تحت، ما راح يسبب عنده احتراق، لأنه ينزل الأملاح ما تكون مستمرة داخل أو ملامسة للجذور. فهذا هو المقصود، أنك تستخدم أي شيء من هذه الأنظمة، بس المهم تعرف الري المناسب له وتعرف نسبة الأملاح وكيف تتعامل معه. السؤال اللي بعد يقول، ما هي المبيدات المستخدمة عندك؟ طبعا أنا الآن أستخدم نوعين من الأسمدة، وأنا لسبب أنه ما عندي أنا أمراض إلا هذه الأمراض. أنا عندي إصابة حشرية اللي هو العناكب، إصابة عناكب أكاروسي، واستخدم باكوان لأنه فترة تحريمه يوم واحد ويفضل استهلاكه بعد 3 أيام من الرش، وهو عضوي مستخلص نباتي اللي هو باكوان. الشيء الثاني اللي أنا استخدمه اللي هو
المادة الفعالة، مبيد فطري المادة الفعالة حقته ثيوفينات الميثيل، ويوجد في عدة شركات ومبيدات يكون تحمل هذا المادة الفعالة. المادة الفعالة أعتقد أنه يوم واحد، وأنا أفضل أنك ما تستخدمه إلا بعد 3 أيام من الرش، أو إذا كنت رشيت ورقي أو أضفته داخل اللي هو البايبات أو داخل الخزان حق البايبات، أو رشيته رش يفترض أنك ما تستخدمه إلا بعد 3 أيام من الرش. هذا بالنسبة للمبيدات. طبعا ليش ما تستخدمه بصالح مبيدات ثانية غير هذول؟ أنا ما عندي أصلا إصابات إلا عفن جذور وعناكب، عمره نباتي يجيه غير هذه الحشرات، إلا مرة قبل 2 أو 3 سنوات جت ذبابة بيضاء، وقبل تقريبا 4 أو 5 شهور كانت في نهاية الموسم بعد ما قفلت المحمية، يعني قفلت خلاص ما عاد أقطف من الثمار بزيلها، جاء شيء بسيط بس وشلت النبات بدون أي مكافحة. هل الأنابيب فيها ماء أو لا؟ يعني كثير من الناس محتار، هل أضيف الماء إلى هنا، أخلي الماء إلى هنا ولا ملامس للكوب ولا سانتي ولا سانتيين؟ ما حنا فاهمين ما هي الطريقة وش كيف الأذاك. أول حاجة مجرد ما تضيف الشتلات وهي جديدة يجب أن تكون الماء ملامس نصف سانتي. خلا بجيب لكم كوب علشان نشرح فيه. وين راح الكوب؟ معي كوب قبل شوي، والله ما أدري وين راح، لكن طبعا هو ملامس للماء بنصف سانتي ملامس. أول ما تضع الشتلة يكون الماء ملامس للكوب اللي هو هذا الكوب الأبيض، هذا الكوب نشرح له. هذا الكوب يكون مثلا هذا الدور يقف بالنص. هذا إذا كنت بداية وضع الشتلة أول ما تشتريها تضعها بهذه الطريقة. بعد فترة يبدأ تطلع جذور. لما تبدأ تطلع الجذور من تحت الكوب لو هي قليلة حاول قدر المستطاع أنك تنزل هذا البايب، وهذه الطريقة في البايبات هي أفضل وأسلم من اللي هو النقاص اللي يجي نقاص هنا وبعدين نقاص هنا وفي هنا شد وصل. ليش؟ لأنك هنا تشتغل في منسوب الماء. هذا المنسوب الماء راح أذكر لكم فوائد كثير على هذا حين أذكرها لكم، لكن خلينا نذكر المستوى. بعد ما تطلع الجذور ننزل شوية الماء، يصير نخليها ملامس ملي أو مليين. لما تنزل الجذور وتطلع أكثر نزل بعد شوية، بس بشرط أنك تخلي الري كل 4.5 ساعات يشتغل 1.5 ساعة، بس مجرد أنه يكون ملامس أو تحته بسنتيات، بحيث أنه لا يشتغل النظام بدأ الماء يلامس هذه اللي هو الكوب. بعد ما تطلع الجذور وصير الجذور مثلا 5 سنتي أو 4 سنتي خلاص خلي الماء 2 سنتي واثنين فوق مستوى الماء. هذه هي الفكرة وهذه الطريقة لشغل الماء داخل البايبات. طيب ليش أنا أفضل تنزيله بهذه الطريقة؟ لسبب وشو؟ الآن أنا فتحت تو قبل شوي واحدة من الشتلات وخرتها برا ونزلت إيدي داخل، لقيت ارتفاع الماء عقلة ونص من أصبعي. هذه الطريقة كم يكون داخل النظام؟ هذه النظام تقريبا 4 بايبات، كل بايب طوله تقريبا حوالي 6 متر. تعرفون كم صار الحين عقب ما نزلت هذه البايبات الصغيرة الأسود ذا؟ كم صار يحمل هذا النظام كله؟ ترى النظام هذا بدأ يحمل تقريبا ما يقارب 100 لتر، يعني شيء ممتاز جدا. عكس أول كان يستخدم تقريبا كان أرفع ودخل داخل هذا البايبات تقريبا حدود 250 لتر أو أقل شوي أو يزيد شوي، لكن على سبيل المثال أنا أضرب لكم أمثلة ليست دقيقة بالنسبة للترات، لكن الفكرة هي هنا تأخذ الفكرة منها. الآن ما عندي إلا الخزان تقريبا فيه 50 لتر، وتقريبا هنا ما يجاوز 40 لتر تقريبا داخل الخزان، يزيد قليلا أو ينقص قليلا. هنا الفكرة تكون جميلة جدا إذا وفرت أنا على نفسي أملاح وماء كثيرة. السؤال اللي بعده، كم نسبة المحاليل في العائم وصندوق الفلين والارتفاع المناسب للماء؟ نسبة المحاليل حنا ذكرنا نسبة المحاليل هنا
وذكرنا نسبة المحاليل هنا بالنسبة للعائم اللي هو بالنسبة للفلين. هذا الفلين صندوق الفلين، صندوق الفلين يضرب نفس نظام هذا نفس أملاحه. أما النسبة أما ارتفاع الماء هذا هنا ليس ضروري، هذا يحكمك ارتفاعه هو يحكمك كيف طريقة الماء وارتفاع الماء هنا نفس ارتفاع الماء هنا ونفس الطريقة ونفس كل شيء. لكن هذا زينته انك تخلي تنزل الشتلة وتكون ملامسة بواحد سنتي وبعدها تترك الشتلة كما هي حتى انها تصير تستوي وصير جاهز للأكل، تطلعها برا وتجيب شتلة ثانية جديدة. إذا جبت شتلة ثانية جديدة لازم ترفع منسوب الماء أساس انه الشتلة الجديدة تكون ملامسة للفلين. أما إذا كان عندك نظامين مثل طريقتي أنا فلذلك خلاص يكون هذا ليس بالضروري أنك ترفع الماء إلى منسوب الماء، مجرد أنك تحط الشتلات الصغيرة هناك اللي تكون ملامسة للماء، لما تكبر وتصير جذورها كبيرة تنقلها وتوديها للنظام هذا. هنا الطريقتين إذا كان عندك اثنين فهو ممتاز بحيث أنك ما تزود هذا أبدا إلا بعد شهر ونص شهرين. طيب هل هذا فيه مضخة أكسجين؟ أبدا. هل هذا فيه مضخة أكسجين؟ أبدا. لم يكون في مضخة أكسجين أبدا أبدا، وأنا أستمر من بداية الشتاء إلى نهاية الشتاء بدون مضخة أكسجين ولا يحصل عندي تعفنات ولا شيء. طيب هل يا أبو صالح نغير الماء بعد شهر ونص مثل طريقة الخزانات حقة النظام الدش باكت؟ هذا الخيار يرجع لك، لكن لو غيرته راح يصير أسرع نمو من أنك تبقى الماء بس تزيده إذا نقص في هذا النظام أو في هذا النظام. الشيء راجع لك أنت، تبغى السرعة شيل المحاليل القديمة وأضيف محاليل جديدة بعد شهر ونص تقريبا أو شهر أو شهرين اللي أنت حب. بس أنه الشتاء كله 6 شهور يعني كل شهر ونص شهر ممتاز. ارتفاع المنسوب مرتفع المنسوب هذا قلنا حنا على حسب هو اللي يحكمك النظام. أما العايم الموجود في المحميات الكبيرة اللي طولها 40 متر هذه كم ارتفاع المنسوب المحاليل؟ أفضل شيء لارتفاع المنسوب المحاليل داخل الأحواض العائمة يكون 30 سنتي، لكن الأهم من 30 سنتي الأهم لازم الفلين اللي هو الغطاء اللي هو هذا اللي هو زي ذا عبارته زي هذا اللي موجود في المزارع يجب أن لا ينقص عن 5 سنتي ارتفاع منسوب أو ارتفاع الفلين اللي يحمل الأكواب. ليش؟ على أساس يترك مسافة يتنفس فيها الجذر ما بين الماء وما بين الشتلة. هذا أهم ضروري، أهم شيء 5 اللي هو الفلين أو الغطاء أو الفلين العائم فوق الماء يكون 5 سنتي. الفراولة متى تبدأ بالزراعة؟ الفراولة تختلف من دولة إلى دولة. عندنا في السعودية تبدأ تقريبا من آخر 9 إلى 10 يبدأ وضع الشتلات داخل الأنظمة، ويستمر هذا تقريبا 6 شهور إلى 7 شهور على حسب تبريد المحمية عندك. إذا كان تبريدها جميل تستمر تقريبا زيادة شهر إلى شهر ونص إلى شهرين عن المعتاد، واللي متعودين الناس أن الفراولة توقف هنا نموه وتوقف هنا اللي هو الثمار من الثمار. هذا السؤال اللي بعده، طريقة إضافة بروكسيد الهيدروجين. كثير من الناس يعني يشتغل في البروكسيد الهيدروجين. أنا مجرد ما سويت هذه الطريقة توقفت عن البروكسيد، توقفت عن المبيدات، توقفت عن كل شيء. اللهم إذا كان حصل أو في شفت لاحظت أو شيء حاجة ممكن أستخدم، ما أستخدم بروكسيد لأنه بروكسيد للوقاية وليس للعلاج. إذا أصيب عندك أي جذور لازم تعالجه بمادة المادة الفطرية المادة الفعالة ثيوفات الميثيل، تحطه داخل النظام بموجب 0.5 جرام على اللتر الواحد. يعني إذا كان هذا 50 لتر ما تضيف 25 جرام على هذا الخزان وتشغله طبعا لمدة 2 يوم. طيب هل شغله متواصل ولا نفس نظام الري العاد؟ طبعا هذا هو عندي، هذا حق هذا طبعا يشتغل عندي 4 مرات باليوم، كل ري دقيق ساعة ونصف، يعني يشتغل الساعة 12 الظهر و12 ليلا لمدة ساعة ونص، والساعة 6 صباح والساعة 6 مساء لمدة تقريبا
ساعة ونص. طيب هذا بالنسبة للري هذا. طيب الري وش تنصحنا بالري للبيبة للدشت باكت؟ أنصح الري للدشت باكت في هذا الشتاء لارتفاع رطوبة الماء في السقف أنه يكون من الساعة 8 تقريبا، الساعة 8 على أساس أنه تضمن. شوفوا الحين هذا في عندي ضبع الرطوبة، هذه الرطوبة شوفوها، يعني تخيل أني شغلت النظام الساعة 6 أو الساعة 5 وما زال الرطوبة فوق، راح تأثر على نباتاتي، فلذلك أتركها إلى الساعة 8 على أساس أني أضمن تبخر الماء أو الرطوبة في السقف وبعدين أشغل النظام، لأنه ما دام ما طلعت أشعة الشمس ما راح يسحب النبات اللي هو يسحب الماء، ما يعني ما في نتح، فيجب عليك أنه لما تخرج الشمس تعطي النبات ري على أساس أنه على طول يبدأ يسحب الماء ويعمل عملية النتح والبناء الضوئي.